اليوم ميزامي حنديرو كيف كيف البراج تاع الحراير يجون بالسين طريين بنا لا تقاوم. نسبق ندوز النغرس تاعي بعد ما نقيت التمر ورحيتو وحطيت له شويه قرفه شويه قرنفل مرحي ومغرفه تاع سمن وعجنتو مليح. الا كان يابس طريوه بشويه ما زهر. للعجينه حطيت 3 كيلات تاع سميد يكون موايا مع كيله اللي قسمتها بين السمن والمارغارين غامولي. هذا هو السر تاع العجينه باش تجينا مبسه، ما لازمش تذوبوا المارغارين والسمن ديالكم. زدت لهم مغرفه صغيره تاع الملح وبديت نحك مليح السميد مع ليدام. تقدروا تخلوه يبات ليله كامله ولا تستعملوه مباشره. هنا انا خلطت الماء مع المزهر وبديت نلم فلاباط ديالي. هادو كانوا المقادير بالكيله، وهنا مع لا فيديو تلقاو كامل لي زانغريديون بالغراماج. اقسموا العجينه على زوج، لازم الوزن تاعهم يكون كيف كيف ونفس الوزن نديروه غرس. نحلو الطبقه الاولى ونزيدو الغرس اللي حليتو فوق البابي كويسون، ولا تقدروا تستعملوا البابي فيلم ولا ان ساك ترونسبارون، وزيدوا لا ميم شوز الطبقه اللي تجي من الفوق. الخبزه حلوها بيدكم باش الطبقات يجوا كاع متساويين، ونحو لي تراس تاع اليدين من الفوق بالحلال. النار تاع الطياب تاعهم لازم تكون شويه عاليه، وتقعدوا تحركوهم في كاع الجوانب باش يحماروا لكم كيف كيف، وما تنقصوش بزاف النار باش ما يتلقوش الزيت في الطاوه. النتيجه حنخليكم نتوما تسيوهم وبعتولي لي غوتور وعطوني رايكم. سلام.